إطباق الحصار على تعز وإخضاع من فيها لشروط الحوثيين أو ربما لاعبين آخرين في الساحة اليمنية. هذا ما كانت تطمح له ميليشيا الحوثي وقوات صالح عندما شنت هجوما هو الأعنف لها على مواقع الجيش الوطني اليمني في جبل هان غربي المدينة. ففي تفاصيل الهجوم، عشرات القذائف أطلقتها القوات المهاجمة على مواقع الجيش الوطني في الجبل، ليلي ذلك هجوم بري واسع مكنها من السيطرة على عدة مواقع، قبل أن تتمكن قوات الجيش الوطني من استعادة ما خسرته وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، باستثناء تلة صغيرة في أطراف الجبل. ميدانياً، ما جرى في الجبل الذي يعتبر آخر منافذ تعز على بقية مدن اليمن هو كر وفر، لا يحدث فرقاً في الصراع الدائر هناك، إلا أن مراقبين يرون أن توقيت الهجوم وخلفياته يطرحان أسئلة عدة. إن كان الحوثيون وصالح هم الطامحين فقط لحصار تعز ومن فيها من قوات، أم أن هناك من يرغب في فرض مشاريعه على المدينة عبر أعدائه المفترضين لإخضاع من يرفض توزيع اليمن كتركة بين اللاعبين هناك؟